طيب ما هو ده ممكن يأثر على المربين وعلى لا ما يأثرش يا فندم، لأن المربي بيشتري احتياجاته بالأسبوع أو بالشهر، مش فمش هتفرق مع يوم أو يومين تذبذب أسعار. يعني مش هلاقي أسعار الفراخ زادت. لا لا طيب دي حاجة. النقطة التانية فيما يتعلق بالخصومات تحديدا، إيه السلع اللي عليها النهاردة خصم واضح في المعارض وفي المنافذ اللي هي موجودة؟ والله انا بيعجبني دايما اسئله حضرتك، يعني زي ما بيقولوا ستريت تو ذا بوينت. عندي في الزيت والسمنه الى 21%. الزيت والسمنه 21%، مش العدس 26%، العدس مش كده، الشاي 20%، الشاي 20، واللحمه كام، 20 ولا اكتر ولا اقل؟ لا 20. 20. الأسماك؟ الأسماك 25. الألبان، منتجات الألبان مختلفة؟ الألبان من 5 لـ22 على حسب نوع السمك. على حسب النوع. يعني الألبان وأقل الجبن أغلى. الفول؟ الجبن النسبة بتاعتها أعلى. الفول؟ الفول حضرتك 27%. طيب الحاجات رمضان يا ميشو، يا ميش رمضان؟ 30% يا فندم. هاي دي خصومات. دي الخصومات اللي هتنزل في اهل رمضان، دي اللي جايه لي من الموردين والمصنعين والمستوردين. كل معارض اهل رمضان على مستوى الجمهوريه؟ على مستوى الجمهوريه بالكامل. فيها الخصومات دي موجوده؟ الخصومات دي هتكون موجوده فيها في كلها. طيب امتى ودي هتشد لي السوق لتحت. فالمحل اللي جنب المنفذ ده غصب عنه هينزل. صح. والمحل اللي في ظهره هيضطر ينزل هو كمان، وبالتالي شديت اسعار البلد كلها. دكتور علاء، ممكن لو في رقم عند حضرتك تقول لي عليه بعد اذنك، او اللي مش موجود ممكن في وقت اخر او تبعته لنا، السلع اللي احنا منزلينها النهارده في المعارض على مستوى الجمهوريه بكام؟ ده تعتمد، لا تعتمد على القوه الشرائيه يا فندم. القوه الشرائيه، انا الالتزام من المنتجين والمصنعين ان هيجيبوا لي السلع اللي انا محتاجها بالكميات اللي انا عاوزها، بشرط ان انا بوفر له المواد الخام. وبالتالي السوق شال هبيع. السوق ما تعتمد على القوه الشرائيه للمواطن. نعم. المواطنين طلعوا ان هم مخزنين من بدري مش هيشتروا. ودي نصيحه للمواطنين، الاسعار اللي هتطرح في المنافذ مخفضه. اللي عاوز يخزن من النهارده اهلا بيه. فلوسه هتخلص، ولما تنزل الاسعار المخفضه هو اللي خسران. طيب فيما يتعلق ب، حضرتك اتكلمت من شويه على النقطه من النقاط المهمه كالعاده، يعني المصانع انها تعود تعمل بكامل الطاقه، بنتكلم في خلال قد ايه تبدا المصانع بتاعتنا اللي كان عندها حضرتك الافراجات اللواري طلعت بدءا من الاسبوع اللي فات والاسبوع ده، على ما تخش المصانع حضرتك هتاخد لها يومين ثلاثه على ما تتصنع، والاسبوع الاسبوع اللي بعده تبتدي تنزل السوق. المواطن امتى الاقي الدنيا، يلاقي الدنيا بالنسبه له هديت حبتين ثلاثه؟ خلال اسبوعين على الاكثر. اسبوعين على الاكثر. نعم، لانه بعض الناس وحضرتك بتتكلم بعتين انه في حاجات يعني لاقينها، في بعض الناس بعض الحاجات لقوها نزلت، وبعض الحاجات لقوها زادت جنيه او 2 جنيه او كده يعني. بعض حضرتك على في حاجات اللي هي ما بتعوزش تصنيع وبتنزل السوق بسرعه، سعرها بينزل بسرعه. الحاجه اللي بتصنع او هي تعتبر مدخل حصلناه عشان يروح مصنع تاني يبقى سلعه نهائيه، ده هياخد وقته. ففي حاجات اللي هي فيها نواقص اقدر اقول لحضرتك ممكن يبقى في زياده بطفيف في الاسعار في المرحله الحاليه، ولكن خلال اسبوعين جميع المصانع شغاله. طيب معلش سؤال، ايه الحاجات اللي هي رئيس الوزراء وجه مع البنك المركزي 1 2 4 دول اللي لهم الاولويه فورا قبل اي حاجه؟ دوله رئيس الوزراء رمى الكره عند اتحاد الغرف واتحاد الصناعات بالتنسيق مع وزير التجاره والصناعه ووزير التموين، بمعنى احنا اللي متواصلين مع المستوردين والمصنعين بشفافيه تامه. انت عندك، انت مصنع لبن، عندي لبن يكفيني 6 اشهر، مش محتاج لبن كويس، بس عندي مواد التعبئه اللي بنزل الجبنه واللبن فيها عندي 3 اسابيع بس. وبالتالي هجيب له مواد التعبئه والتخزين. نعم. فاحنا اشتغلنا مع المصانع، انا كان عندي امل اعمل اليه للتبادل بين المصانع. واحد عنده خامه يكفيه 6 اشهر وناقص في حاجات، والتاني عنده الحاجات الناقصه دي والخامه دي ناقصه عنده. ولكن طلع ان كل واحد ليه مواصفات، فيعني هتبقى عمليه متعبه شويه. انما هنشتغل عليها. نعم. انما اللي احنا بنعمله دلوقتي
كل مصنع بيبعت لي ثلاث استمارات، استماره الاولى اللي تهم المواطن، ايوه، ايه الخصومات اللي هيمنحها في رمضان، ايوه، السلعه، المواصفات، والخصم، سعر البيع الحالي وسعر البيع بعد الخصم ونسبه الخصم.